عبارات عن أخر العنقود إليك عبارات عن أخر العنقود جميلة للابن أو الأبن. عبارات عن الأخوة الصغار أخر العنقود هو روح جميلة لطيفة خلقت الحياة للمنزل. آخر العنقود سكر معقود. الطفل الأصغر هو مسؤول الشراء والتسوق في البيت. يأتي أخر طفل في العائلة ليثبت لنا أن النهايات دائما جميلة. كائن أخر العنقود هو الذي لديه تصريح بتدمير كل شيء ومعه تصريح بعدم التعرض. كل من هم أخر العنقود يخطفون القلوب بحسنهم وجمالهم. بنون أختي الصغيرة لا يكتمل صفو الحياة وأنس البيت. واخت حق أخر العنقود ولا يهمها أي شيء غير حاله. من حق صغير العائلة أن يتدلل فهو أخر العنقود سكر معقود. أنا أخر أمير أميرة أنجبتها أمي وتربع على عرش البيت. الأخ الأخت الصغيرة لا يسوى شيء سوى الأكل والتلفزيون وتدمير المنزل. أنا بكون أخر العنقود والوحيد الذي لا تنطبق على قواعد المنزل. أختي الصغيرة هي نبض القلب وريحان الدار. قواعد الأخ والصغار لا جدال ولا نقاش فقط نفعل الأشياء بطريقتنا. أعظم هدية حصلنا عليها من والدينا هو شقيقنا الصغير شقيقتنا الصغيرة. ولا تكجلبت لنا ولمنزلنا جميع أسباب السعادة نمت لنا أخ الصغير أخر العنقود. الطفل الأخير يحصل على دلال الأخوة الأكبر جميعهم فهو بهجة البيت. آخر العنقود عبارة عن كائن مثير لأعصاب أفراد البيت كله، لكن لا أحد يملك حق محاسبته. آخر العنقود هو الطفل المفضل لدى الأم دائما. السعادة هو أن تكون الطفل الصغير المدلل الذي يحصل على كل شيء. الأخت الصغرى ولو أخذت شيئا من الدلال فإنها تهب كل الجمال، لا يكتمل أنس البيت بدونها. أخ الصغير هو نبض قلبي معه تحلو الأوقات وطيب الحياة. كلمات عن آخر العنقود سكر معقود. شكرا لآخر العنقود على ما يضفيه من بهجة وسعادة في حياتنا. آخر العنقود هو مسك الختام معه يتحول كل شيء للأحسن. آخر عنقود البيت هو أغلى موارده، هو عبارة عن ضوء شمس لا يتبدد ولا ينتهي. ابن الصغير آخر من رأت عيناي هو شفاء الروح من كل ألم وتعب. بنتي آخر العنقود أنت شمسي وقمري ونجوم اللامعة في السماء. صغيري أنت أعظم هدية من الله علي بها. يربط بيني وبين صغيرتي حبل مطاطي غير مرئي، لا يهم أين نذهب لأننا طوال الوقت متصلين. ابني آخر العنقود أنت سبب حياتي، ابتسامتي وفرحتي. صغيري أنت رحم أرسلها لنا الله من بياض السماء. حبي لك صغيرتي وأخر فرحتي أطول من السماء وأوسع من المجرة. حينما رزقت بكلدي الصغير بدأت مغامرة معك في عالم جديد. السكر المعقود هي عبارة شائعة للغاية في البلاد العربية، يستخدمها الأشخاص لتدليل الطفل الصغير باعتباره مسك الختام وفاكهة المكان في كل عائلة. آخر العنقود عبارة عن كائن آخر العنقود عبارة عن كائن يعمل في المخابرات السرية ومدير للمناورات الجوية والأرضية. أخ الصغير كائن يصيب البيت كله بالصداع ولا أحد يستطيع التفاوض معه على الإطلاق. صغير البيت هو كائن لطيف مرح وكيوت. الصغير آخر من جاء إلى منزلنا هو فاكهة العائلة وملك المرح والكوميديا. آخر العنقود هي ملكة طلت على الدنيا. أختي هي الملكة الأخيرة التي أنجبتها أمي وأنارت بها حياتنا. شقيقتي الصغيرة جزء من روحي وهي كل عمري وحياتي. يأتي آخر طفل دائما ليثبت أن أطفالك السابقين هم ملائكة تسير على الأرض. بغض النظر عن الوقت والأشياء والأشخاص، ستظل ابن الصغير أغلى ما حصلت عليه.